الله الرحمن الرحيم. جرت العادة أنه في كل عام أنه باسم اتحاد الأطباء والصيادلة العرب أنه نقيم دعوة للأطباء والصيادلة والجالية العربية والجالية السورية. هذه كانت عادة كنا نعملها أسبوعيا، ولكن في السنوات الأخيرة السنتين الأخيرتين اقتصرنا فقط على باعتبار أنه كان في الكورونا وكذا وقفنا هالشيء، والسنة هذه العام عاودنا هذا النشاط، عدة حفلات، عدة يلتقي الزملاء مع بعض، يلتقي الرفاق، يلتقي الزملاء مع بعض، يتبادلوا الأحاديث، نحس يعني بأيام رمضانية كأنه الواحد موجود في بلده. هذا هو الهدف، يعني الهدف هو اجتماعي أكثر منه هدف طبي. طبعا هدف طبي كمان أحيانا نعمل محاضرات ولكن خارج أيام رمضان. في اليوم في أطباء، في صيادلة، في عندنا كمان ضيف من جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور جمال، هو رئيس قسم أستاذ في جامعة المنصورة، كمان حالل علينا ضيف، هو ومدامه كمان طبيبة، جاي هو يحضر مؤتمر هم بفيينا عن الأمراض الكبد، وكمان راح يكون ضيفنا في هذا اليوم، في هذا المساء، في هذا الإفطار. هاي الجمعات برمضان نحن بالنسبة لنا يعني هي مناسبة لأنه نحن نجتمع مع الحبايب، لأنه صار فينا بغير أوقات رمضان، يعني الشباب أحيانا من كل ست أشهر لنشوفهم مرة، بس هاي الجمعات كتير منيحة، وخاصة وقت عم يكون في جمعات كمان فيها النساء عم يعني يلتقوا مع بعض، وأولادنا وأطفالنا بيلتقوا مع بعض. بس يعني رمضان فرصة كتير حلوة، أنا كتير بحب هاي الجمعات برمضان. بشرى خواتلي من العراق، رئيس جمعية المرأة العراقية في النمسا. نشكر الدكتور تمام على هاي المبادرة الجميلة، طبعا على هالجمعة الحلوة لمتنا، يعني لمة حلوة خلانا نتذكر أيامنا الرمضانية بلادنا. الحمد لله فضت أزمة الكورونا، ما كنا محرومين من الجمعة الحلوة مع الأصدقاء من الأخوات، ونشكر مرة ثانية دكتور تمام على هاي المبادرة الحلوة، الله يعطيكم العافية. هيك لقاءات اجتماعية، تواصل بين بعض، افطار سوا، يعني جو كتير حلو. اولا يعني غير انه نحن عم نشوف بعض وعم نقضي وقت حلو سوا، عم ناخذ معلومات. يعني المحاضره اليوم الدكتور جمال مشروعه كتير رائع، مشروع انساني صحي تدريبي، شيء فظيع. يعني غير انه شفت ناس طيبة مثلكم اخذنا معلومات جديدة وتعرفنا على مشاريع كتير حلوة، فشو بدنا اكتر من هيك؟ انا بشكل شخصي يعني دائما بحفز وبشوف هاي التجمعات كثير ظريفه، يعني لابناء الجاليات بشكل عام دائما، يعني الواحد بيشوف طبعا الشيء اللي عشناه ككولتور هون داخل المجتمع النمساوي، هذا الشيء اللي نحن احيانا بنشتاق له بنشوفه بهي التجمعات، بغض النظر مين عم بينظم هي التجمعات، نحن لازم دائما نساعد ونحاول انه ندعمها، نكون متواجدين كحد ادنى فيها، يعني لانه هي بالنهايه بتعود كمان علينا بشكل نفسي واجتماعي على جيلنا وعلى الاجيال اللي راح تكون طبعا يعني تابع عقلنا. هذا أكثر شيء ممكن أنا لكم إياه، وبشكركم كثير. أولاً إحنا كجالية عربية موجودة في النمسا أحوج ما نكون إلى هذه الاجتماعات، خاصة في شهر رمضان المبارك.
احنا كنا موجودين في مجتمعاتنا العربية، كان لدينا منظومة اجتماعية متكاملة، عادات وتقاليد وقيم، افراح واتراح ومناسبات، اعياد ومناسبات اخرى. الان احنا اتينا الى هذه البلدان حقيقة، يجب ان يكون لدينا هنا تعويض عن ما فقدناه من بنية اجتماعية او منظومة اجتماعية. هذا اللقاء حقيقة جزء من هذه المنظومة اللي نعمل عليها، وأنا شخصياً بشكر الدكتور تمام، بشكر اتحاد الأطباء والصيادلة العرب بالنمسا على هذه الفعالية، على هذا الإفطار اللي جمع ثلة من الأطباء ونخبة من الأخوة اللي موجودين في العرب في النمسا من مختلف الجنسيات العربية هنا. سعدت النهاردة وإحنا في أواخر رمضان بلقاء اتحاد الأطباء والصيادلة العرب في فيينا برئاسة الدكتور تمام، والحقيقة كان يوم جميل جدا بصحبة الزملاء من كل الدول العربية، وأنا تحدثت عن تجربة العمل الأهلي في مصر في مجال الصحة، وفي مجال بالذات تجربتنا في جمعية رعاية مرضى الكبد في تقديم الرعاية الصحية لأهلنا في مصر، وعن تجربة مستشفى ومعهد بحوث الكبد في البحث العلمي وعلاج مرضى الكبد في مصر خاصة من غير القادرين. وأيضا نوهت أنه المكان أيضا لكل المواطنين العرب من كل الدول العربية، وأنه العمل الأهلي في مصر بيقدم الكثير للمرضى غير القادرين، ومشروعنا ما هو إلا أحد هذه النماذج الناجحة. وبكرر شكري لاتحاد الأطباء والصيادلة العرب في النمسا، وبكرر شكري للدكتور تمام، وإن شاء الله دائما نلتقي على خير بإذن الله. الله يزيد فضلك. أولا قبل ما أجاوب على سؤالك، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن عائلتي وحبائي والمؤسسات والجالية الفلسطينية كذلك ونقابة الفنيين الفلسطينيين، بشكر يعني نقابة الأطباء وتجمع اتحاد الأطباء والصيادلة العرب في فيينا في النمسا، ممثلة بالدكتور تمام الكيلاني. بصراحة هذا أخونا وأبونا وأستاذنا، هاي بتعني لي شيء كثير. يعني ما أنا بالنسبة لي أحيانا لا أجد معاني، لا أجد تعبير، إنه إحنا نحاول نستذكر هاي الجمعة، هاي الألفة اللي بتصير في بلادنا. إحنا في هون عندنا موزيك، هذا المزيج الثقافي، عراقي فلسطيني سوري من بلاد المغرب، من كافة الأطياف، أطباء طبيبات صيادلي صيدلانيات، إيش جمع صيدلي بالأنثى ما بعرفش، أنتوا حكوها. أنا بصراحة بعني لي جدا، وهذه خطوة جميلة جدا إن دلت على شيء فإنما تدل على هذا المستوى الرفيع العالي الذي يتمتع به الدكتور الكيلاني وجميع الأطباء والطبيبات والصيادلة، وعليكم السلام، الموجودين هنا في فيينا وفي النمسا وعلى وجه الخصوص. شكرا جزيلا، وبروح أحسن لبعض السكرة.